مساء ابراهيم، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ عادل. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله تكون بخير. وعجبني تصريح حضرتك قوي، بحييك عليه، فكره دعوه المصريين للتصويت في الانتخابات، بتقول لهم شاركوا بصنع المصير. هو طبعا ده واجب على كل انسان مصري، نعم. انه يشجع اللي حواليه، وطبعا واجب على الكنيسة القبطية نعم الأرثوذكسية التي لها تاريخ نعم في تاريخ وطني نعم مضيء، نعم واجب عليها أن هي تكون في صدارة المشهد في الدعوة والتشجيع على المشاركة في الانتخاب. نعم نعم دور الحقيقة مطلوب مننا جميعا، يعني دور في هذا التوقيت، في هذه الفترة، في هذه الظروف، مطلوب كلنا ان احنا كلنا ندعو بعض للنزول للانتخابات. وحضرتك تابعت طبعا نزول المصريين امبارح والنهارده لغايه ما انا بكلمك، رايك ايه في المشهد ده؟ هو المشهد الحقيقة لازم يعني نعترف انه مشهد مختلف. نعم. مختلف عن المشاهد المشابهة فيما سبق. ايوه. الإقبال متزايد، التفاعل واضح، أيضا الجانب التنظيمي في قيادة العملية الانتخابية. قيادة العملية الانتخابية نعم. في استقبال الناخبين نعم. وفي إنهاء إجراءات عملية الاقتراع نفسها، الحقيقة الأمر فيه انضباط شديد، في يسر شديد، نعم. في كمان على المستوى الإنساني ود وترحاب وروح طيبة من الجميع مع الجميع. نعم نعم حقيقة برضو تصريحات قداسة البابا تودروس الفترة اللي فاتت كانت في غاية الأهمية. بنتكلم على وطن، بنتكلم على خوف، بنتكلم على مصير قادم لازم كلنا نبقى محافظين عليه ومحددين ان احنا المصريين احنا اللي بنختار كل شيء، محدش بيفرض علينا من اي دولة مهما كانت، بيفرض علينا اي شرط او اي امور احنا كمصريين. طبعا هو قداسة البابا بحسه الوطني يعني تحرك منذ فترة وبدأ في التنويه والتنبيه والتوعية. صحيح. وكانت دعوته زي ما قداسته يعني أشار، نعم. دعوته كانت للجميع، للمصريين جميعا طبعا، لأنه الشأن هذا الشأن هو شأن وطني. أيوة. وقداسة البابا بيتحدث ليس بصفته الدينية فقط، ولكن نعم. بصفته رمز المصرية وطني. ورمز. وكان طبعا امبارح ايضا في الساعات الاولى توجه الى لجنته الانتخابيه. أيوة. وادلى بصوته. أيوة. وكان لي ايضا تصريحات، كان منور اللجنه والله يا فندم. ويعني كرر الدعوه وشرح واوضح ووعى لضروره المشاركه في بناء الوطن. نعم نعم مش هينفع تبقى حضرتك معايا وما اقولكش طمنا على صحة قداسة البابا. نشكر ربنا، يعني قداسة البابا صحته جيدة جدا الحمد لله بخير، ونتمنى له دايما طبعا انه يكون بصحة جيدة. يعني تحياتي ليه وسلامي بشكل شخصي انا كعزة ارجوك توصله له يعني.